بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله شرح المحاضرة الثانية من الفصل الحادي عشر من مقرر ماث 158. في المحاضرة دي احنا هناخد introduction على trigonometric functions على الدوال المثلثية، وهنبدأ بدوال الساين والكوزين. احنا اتفقنا من المحاضرة الأولى لما يكون عندي point بتتحرك على circumference على محيط دائرة نصف قطرها واحد، فبيكون ليها عند كل زاوية بتتحرك بيها coordinates x وكوردينت y، ليها احداثي x وليها احداثي y. واتفقنا ان البوينت عند الانجل 0 يعني لسه ما اتحركتش كانت احداثي x بواحد وكان y بزيرو، لكن لو البوينت اتحركت 90 درجه كانت الانجل 90 هيكون ليها احداثي x صفر واحداثي y واحد. لو البوينت اتحركت 180 درجه هيكون ليها احداثي x نيجاتيف واحد وy بصفر. ولو البوينت اتحركت 270 درجه يبقى ليها احداثي y بنيجاتيف واحد و x بصفر وهكذا. طيب انا عندي فانكشن اسمها ساين. مبدئيا الفانكشن ساين بتدرس او بتحسب لي الهايت للبوينت، ارتفاع البوينت او قيمه واي، تمام؟ فعند الانجل زيرو، خلي بالك هنا عندي فانكشن اسمها ساين وهنا فانكشن اسمها كوزاين. الساين القيمه اللي جواها دي هي عباره عن الانجل بس بالريديان، وهنا قيمه الساين. فمبدئيا تعالوا كده نشوف عند الانجل زيرو قيمة الساين زيرو. لو احنا مشينا شوية زودنا الروتيشن، كل ما بزود الروتيشن فاكيد ارتفاع البوينت عن محور اكس او قيمة واي بتزيد. فكل ما البوينت بعمل لها روتيشن بزاوية اكبر، وانا لسه في الفيرست كواد في الربع الاول يعني ما بين 0 و 90 درجة، اللي بيحصل ان قيمة y بتزيد، الارتفاع بيزيد، وزي ما انتم شايفين كده قيمة الساين بتزيد. قيمة الساين بتزيد الى ان تصل الى maximum value، اقصى قيمة ليها هو واحد. ده عند الساين بتسعين درجة او باي على اتنين. القيمة اللي اسمها 1.56 دي معناها باي على اتنين، فقيمة الساين واحد، ده اقصى قيمة للساين في الربع الاول. طيب في الربع الثاني في السكند كواد، كل ما انا بزود الزاويه الهايت اكيد بيقل، يعني الهايت اللي هو قيمه واي، قيمه واي بتقل بتقل بتقل، صح؟ الى ان تصل الى صفر. وده بيحصل امتى؟ ده بيحصل لما تكون الساين 3.14، الانجل 3.14 اللي هي تقريبا اللي هي باي، 3.14 كانجل اللي هي باي، فساعتها الساين بزيرو. طيب ده في السكند كواد. في الثيرد كواد في الربع الثالث، خلي بالك ان واي اصبحت بالنيجاتيف، الواي انا كده شغال في الاتجاه السالب للواي، فقيمه الساين هتبقى نيجاتيف هتبقى نيجاتيف هتبقى نيجاتيف. هي بتزيد كابسليوت كقيمه مطلقه لكن بالنيجاتيف، شايف؟ الى ان تصل الى كام؟ الى نيجاتيف 1 عند الزاويه 270 او اللي احنا بنسميها نيجاتيف 90. طيب في الربع الرابع بتبدا الهايت للواي بيقل، الهايت للواي بيقل الى ان يصل الى تاني ايه؟ الصفر. يبقى الفانكشن ساين ببساطه كده بتحسب الهايت. طيب الكوزاين، لا الكوزاين بيكالكوليت الاكس كوردينيت، قيمه الاكس. فبالتالي هنا الاكس كانت ماكسيمم كانت واحد، عشان كده بنقول كوزاين زيرو كام؟ بواحد. كل ما انا اطلع زاويه الاكس تقل، خلي بالك احداثي اكس بيقل، احداثي اكس بيقل الى ان اصل الى اقل قيمه في احداثي اكس وهو عند الزاويه باي على 2. قيمه الكوزاين بكام؟ بزيرو. وبعد كده لغايه ما اروح في السكند كواد، ها احداثي اكس ايه اللي بيحصل له؟ هو بيزيد بس في الاتجاه السالب، في الاتجاه السالب في الاتجاه السالب، الى ان يصبح القيمه بنيجاتيف 1، وده بيحصل عند الباي وهكذا. ايضا في الثيرد كواد بنلاقي ان قيمه الاكس كابسوليوت ايضا بتقل الى ان تصل الى الصفر عند زاويه 270، وبعد كده تبدا تزيد تاني الى ان تصل عند 360 او صفر، ترجع تاني واحد. معنى كده ان احنا نعرف ان الساين والكوزاين بيكالكوليت الكوردينيت للبوينت اللي بتتحرك على يونت سيركل. يبقى دائما الساين ساين الانجل هي واي للبوينت،
وكوزاين انجل هي اكس للبوينت. بناء على ما سبق تعالوا نرسم الجراف الخاص بالساين والجراف الخاص بالكوزاين. اللي امامنا الان اليونت سيركل، وادي البوينت اللي بتتحرك على السيركونفرنس للايه لليونت سيركل. ادي البوينت كل ما بتتحرك، ركز معايا اهو. البوينت لسه في الفيرست كواد، فالارتفاع واي بيزيد، فهو ده جراف الفانكشن ساين. خلي بالك كل ما الارتفاع يزيد احنا هنشوف ان جراف ده بيزيد الى ان يصل الى ماكسيمم فاليو عند الانجل كام؟ عند الانجل 90. خد بالك اهو، الارتفاع بيزيد الجراف بيزيد، جراف الساين بيزيد، الارتفاع بيزيد جراف الساين بيزيد، الى ان يصل الى ماكسيمم فاليو 1 عند الانجل 90. طيب يبدا بقى الكلام ده في السكند كواد، في الربع الثاني الارتفاع ايه اللي هيحصل له؟ الارتفاع هيقل، او قيمه واي نفسها واي كوردينيت هتقل، فاللي هيحصل ان كيرف الفانكشن يبدا يقل الى ان يصل الى زيرو. اهو كيرف الفانكشن يبدا يقل الى ان يصل الى زيرو. طب يصل الى زيرو عند الانجل كام؟ عند الانجل 180، عند 180. ثم تبدا قيمه واي، قيمه واي هتروح الى في النيجاتيف سايد او في الثيرد كواد، في الثيرد كواد الواي هتبقى كابسوليوت فاليو تزيد، لكن هي هتروح في الاتجاه السالب، هتبقى بالنيجاتيف اهو، هتبقى بالنيجاتيف. هي كابسوليوت فاليو بتزيد لكن بالنيجاتيف، بالنيجاتيف الى ان تصل الى نيجاتيف 1 عند انجل 270، عند 270 درجه، وبعد كده تبدا تقل تاني 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 الى ان تصل الى ايه؟ الى الانجل 0 وهكذا. ده بالنسبه للفانكشن ساين. بالنسبه للفانكشن كوزاين، فانكشن كوزاين عند الانجل 0 هي ب 1. ليه؟ لانها بتميجر الفاليو الاكس، قيمه الاكس، فالاكس هي عباره عن الريديوس، هي عباره عن 1، فعند الانجل 0 الفانكشن اصلا كوزاين ماكسيمم هي 1. طيب كل ما البوينت هتتحرك كل ما الاكس كوردينيت هيقل، فبالتالي الفانكشن كيرف الفانكشن هيبقى ديكريزنج، هيقل الى ان يصل الى صفر. امتى؟ لما الاكس تبقى صفر. هو الاكس بتبقى صفر امتى؟ عند الواي اكسس، يبقى عند الانجل 90 درجه زي ما انت شايف اهو. اهو البوينت بتتحرك، كيرف الفانكشن بيحصل له ديكريزنج، ده الكوزاين اهو، بيحصل له ديكريزنج، بيحصل له ديكريزنج، بيحصل له ديكريزنج الى ان يصل عند الانجل 90، فبالتالي كوزاين هيبقى زيرو. يبدا الاكس هتبدا كابسوليوت فاليو تزيد، بس في الـ في الـ في النيجاتيف اكس دايركشن، في الاتجاه السالب لاكس، يبقى كابسوليوت فاليو بتزيد لكن كقيمه او كاشاره بتبقى بالسالب اهو، الى ان تصل تاني مره الى نيجاتيف 1، وده بيحصل عند الانجل 180، وبعد كده تبدا تقل تاني الى ان تصل الى صفر عند الانجل 270، يعني 270، وبعد كده بتزيد، تفضل تزيد 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 الى ان تصل مره اخرى عند الانجل 0. هو ده كيرف الكوزاين، موضح ليه احنا رسمنا الكوزاين وليه احنا رسمنا الساين. نستكمل باذن الله هذا الموضوع في المحاضره القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.